أطلقت اليوم في تعز جمعية معاذ مسابقتها السنوية بدورتها 17 لحفاظ القرآن الكريم للعام 1439 هجرية 2018 ميلادية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يشارك في هذا اليوم البهيج القرآني 17 جهة مشاركة. هذه الجهات تحتوي على 15,000 طالب وطالبة في موزعين على 1,000 حلقة قرآنية، يشارك منها 79 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل. ستستمر إن شاء الله إلى يوم الأربعاء، ثم يكون الحفل الختامي إن شاء الله يوم السبت القادم في مثل هذا اليوم. نفخر بمثل هذه البرامج والمشاريع القرآنية، ونقول أننا كهذا نفهم القرآن لا كما يتشدق به ويمارسه ممن يسمون أنفسهم أدعية القرآن، ممن يسمون أنفسهم بأتباعه المسيرة القرآنية التي فجرت بيوت الله وهدمت دور القرآن وقتلت الحفاظ وعبثت بالوطن وأمنه ومقدراته. تقليدا سنويا انتهجته جمعية معاذ لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى وصلت اليوم إلى الدورة 17 تشجيعا للنشء والشباب على حفظ كتاب الله والعيش معه، علما بأن جمعية معاذ ترعى عشرات الحلقات التي ينتظم فيها آلاف الطلاب والطالبات يداومون فيها على حفظ القرآن الكريم.